وصل فريق الرجاء البيضاوي سلسلة انتصاراته المتتالية بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والذي جاء هذه المرة على حساب ضيفه القوة الجوية العراقي. هذا الفوز الذي مكنه من التأهل إلى نصف نهاية كأس الاتحاد العربي للأندية لكرة القدم، بعد تسجيل هدفين نظيفين في مرمى الأشقاء العراقيين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. انتصار أول على حساب لاعبي فارس عين السردون، ثم جاء الدور على فريق وداد فاس، فيما ثالث فوز كان على حساب فريق القوة الجوية العراقي. فسيواصل أبناء الجنرال فاخر مسلسل انتصارات، الجواب سنتعرف عليه يوم الأحد حين يواجه النسور فريق النادي المكنسي بداية من الساعة 6 مساء. إسماعيل فوبار، الدار البيضاء.